أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة مع حضراتكم عبر شاشاتنا والتي نخصصها للحديث عن العديد مما تم إنجازه في عدد من الملفات. بدايتنا في هذه التغطية ستكون من ملف الطاقة والبترول. السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها. فكانت المشروعات القومية رمزاً يعبر عن إرادة المصريين في البناء. إذن كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة خلال عام بلغ حوالي 2,650,000,000,000 قدم مكعب من الغاز و23 مليون برميل من المتكثفات. وأشارت الوزارة إلى أن حفر 8 آبار استكشافية أدت إلى اكتشاف 5 مناطق جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 6,200,000,000 قدم مكعب يوميا، فيما نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في توصيل الغاز الطبيعي إلى 300 قرية ضمن المرحلة الأولى. وللحديث مشاهدينا بشكل أكثر تفصيلا عما تحقق في قطاع البترول ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رمضان أبو العيلة أستاذ هندسة البترول والطاقة. برحب بحضرتك في البداية، أهلا وسهلا بك.
أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا بداية بنتكلم عن 53 مشروع ضخم في هذا المجال، بداية بالتأكيد أو في مقدمتها تنمية حقل ظهر. برأيك الآن على مدار هذه السنوات من الاستثمار في هذه المشروعات، كيف انعكست على أولا تلبية احتياجات السوق المحلية وأيضا على نمو معدلات يعني الإنتاج؟ هو الحقيقة يجب أن نتحدث بشكل عام أولا عن فترة 9 أو 8 سنوات حقق فيها قطاع البترول الحقيقة طفرة غير مسبوقة، ودي بالأرقام والدلائل. بمعنى أنه كنا بنستورد بما يعادل 3 مليار دولار من الغاز الطبيعي، دي كانت فاتورة الاستهلاك لتوفير الاحتياجات المحلية. بفضل الله وبفضل العاملين في قطاع البترول والمتابعة الحثيثة للقيادة السياسية تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبل واستطعنا أن نصدر الغاز الطبيعي بكميات محدودة صحيح، لكن حققت الحقيقة يعني فائض من النقد الأجنبي. ويجب أن نلقي الضوء أيضا على نقطة هامة جدا، إنه في خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت وما زالت تم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل جنوني، بمعنى انه منذ حوالي 14 او 15 شهر كان الالف متر مكعب من الغاز الطبيعي سعره حوالي 200 دولار. حاليا وصل للالف متر مكعب حوالي 2000 دولار، وهناك سباق على او بورصة الغاز الحقيقة بتصعد ثم تنخفض تذبذبا حول تلك الأسعار المجنونة. لو لم تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، طبعا الثلاثة مليار اللي احنا كنا بنستورد بيهم كنا هنضربهم في 10 أضعاف عشان نوفر احتياجاتنا المحلية. وإحنا بنتكلم دكتور رمضان عن النقطة دي تحديدا فيما يخص الغاز الطبيعي والأرقام الخاصة به، إحنا بنتكلم عن نجاح القطاع في تحويل معدل نمو إنتاج الغاز من سالب 11% إلى موجب 25% 2018-2019. هو طبعا أنا يعني بعيدا على الأرقام، لأنه يعني عشان المشاهد يتابعنا، أنا بتكلم بشكل عام وبأرقام مش كتير الحقيقة، لأنه إحنا يعني التفاصيل في الأرقام لو استغرقنا فيها الحقيقة ممكن المشاهد يتوه مننا، لكن أنا بتكلم بشكل عام إنه إحنا قدرنا نتجاوز أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، اللي لو قطاع البترول لم يحقق الاكتفاء الذاتي، وطبعا كان الأساس في ذلك اكتشاف حقل ظهر الحقيقة بفضل الله أولا وبفضل طبعا العاملين في قطاع البترول، استطعنا الحقيقة وضع خريطة أو وضع حقل ظهر على خريطة الإنتاج اللي طبعا بينتج حوالي 58% من إجمالي إنتاجنا. متوسط الإنتاج الحقيقة في مصر طبقا للأرقام المعلنة حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في حين استهلاكنا 5.9 مليار قدم مكعب. الحقيقة أنا بناشد لمزيد من الترشيد، احنا كان استهلاكنا الحقيقة قبل كده كان حوالي 6.2 وانتاجنا كان 6.6. انا بقول واللي بيتكلموا على انقطاع الكهرباء وكده، لا يجب ان نتحمل، في دول يعني الكهرباء بتيجي فيها لمدة 3 ساعات فقط طول اليوم، فاحنا يجب ان احنا نتعاون الحقيقة مع الحكومة، نتعاون مع قطاع البترول، نحاول نوفر المزيد من الغاز لانه تصديره دلوقتي في منتهى الاهمية.
ولكن أيضا دكتور رمضان يعني ما يفسر زيادة الاستهلاك في الغاز لأنه تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير جدا من ملايين الوحدات السكنية، حوالي 8 مليون وحدة سكنية بتمثل حوالي 56% من إجمالي عدد الوحدات، فده بالتأكيد أيضا زود الاستهلاك. أكيد طبعا زود الاستهلاك من ناحية، لكن هو بشكل عام قطاع المنازل في مصر يعني بيستهلك حوالي 6% من إجمالي الإنتاج، في حين قطاع الصناعة 25% وقطاع الكهرباء 57%. هو التركيز طبعا على قطاع الكهرباء وزيادة المعدلات. أنا يهمني جدا أن الغاز ده يستخدم في قطاع الصناعة لأنه معناه ده هيعمل added value أو قيمة مضافة بشكل عام. طبعا في أيضا لازم نتكلم عن تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، حوالي 507 ألف سيارة حاليا بتجري في مصر باستخدام الغاز الطبيعي، وفي حوالي 910 محطة للتمويل و130 مركز للتحويل. بشكل عام هناك إنجازات، هناك إيجابيات في هذا القطاع. بخصوص الإيجابيات وإحنا بنتكلم أيضا عن استغلال الفرص، حضرتك ذكرت الأزمة الروسية الأوكرانية وفي أفق واسع الحقيقة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، برأيك ما هي الخطوات اللي بتتم في هذا الاتجاه حتى تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة، والمعطيات اللي ممكن تخلينا نصبح فعلا مركز إقليمي للطاقة؟ هو الحقيقة حضرتك أشرت إلى نقطة هامة جدا جدا، عشان نتكلم عن هذه النقطة يجب أن نتحدث أو نرجع قليلا إلى الوراء. مصر ما بدتش مركز للطاقة في العالم إلا بداية من الاجتماعات الثلاثية، مجتمعات القمة الثلاثية اللي كانت بتعقد بين مصر وقبرص واليونان، واللي تحولت بعد ذلك لمنتدى غاز شرق المتوسط، ثم تحولت إلى منظمة حكومية ومركزها القاهرة. ده بسبب الثقة السياسي أولا، ثم الاكتشافات، وكان طبعا اكتشاف حقل ظهر على رأسها. كل تلك العوامل أدت إلى توجيه أنظار العالم وتوجيه أنظار الدول المستهلكة للغاز إلى مصر، وأصبحت مصر مركز أو مركز واعد على فكرة. ليه؟ لأنه يجب الإشارة أيضا أن مصر بتملك بنية تحتية الوحيدة في المنطقة لتحويل الغاز من المناطق العميقة في البحر الأبيض المتوسط إلى، ودي طبعا مساحة 83 ألف كيلومتر مربع، فالمنطقة دي منطقة اقتصادية لعدة دول، كل الدول دي لا تملك بنية تحتية فيما عدا مصر، هي اللي بتملك بنية تحتية أو أنابيب تصل من تلك المناطق العميقة إلى محطة الاستقبال في الجميل في بورسعيد. كل الدول دي عشان تصدر الغاز لأوروبا يجب أن تستخدم البنية التحتية المصرية. إذن مصر مش بتصدر الغاز الطبيعي بتاعها بس، لا ده هي كمان وسيلة للدول الأخرى المحيطة اللي حققت اكتشافات في منطقة شرق، وأيضا في استثمارات كبيرة فيما يخص البنية التحتية، محطات الإسالة وغيره من المشروعات المهمة. بالتأكيد بالتأكيد محطتي الإسالة طبعا في إدكو في دمياط، أنا كنت هستكمل الكلام بتاعي. طبعا محطتي الإسالة وخطوط الأنابيب دي مش موجودة في أي منطقة، وكانت هناك محاولات من عدة دول ولكن الجدوى الاقتصادية لم تتحقق لها، وبذلك يظل الاعتماد على البنية التحتية المصرية وعلى محطتي الإسالة في إدكو وفي دمياط. طيب أخيرا دكتور رمضان، نتكلم عن التغيرات المناخية والاتجاه لاستخدام الطاقة النظيفة. الحقيقة أنه قطاع الطاقة والبترول بيتبنى أيضا رؤية وخطة عمل للتحول إلى مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون. كلمنا عن الخطوات اللي بتتخذ في هذا المجال والهيدروجين الأخضر وغيره.
طبعا مصر كانت سباقة، وكان استقبلت طبعا مؤتمر المناخ كوب 27 كان في شرم الشيخ، والحقيقة مصر وقعت العديد من الاتفاقيات في مع أكبر الشركات العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. احنا عندنا أيضا كنا سباقين، عندنا أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان، محطة بينبان. يعني عندنا طبعا السد العالي واستخدام الطاقة المائية، ده برضو من فترة. أسوان أعتقد أنها يمكن أن تكون الآن عاصمة الطاقة النظيفة في العالم، لأن فيها أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية، وفيها أيضا استخدام الطاقة المائية عن طريق طبعا السد العالي. نعم. مصر لها الريادة في المنطقة، مصر يمكن أن تقود إفريقيا يعني، إلى وخصوصا الدول الثقيلة في إفريقيا، أن تقود الدول الإفريقية لاستخدام الطاقة النظيفة، خاصة وأنه الطاقة الشمسية أو الجو المثالي الأمثل في العالم موجود في إفريقيا، التي لا تستخدم للأسف الطاقة النظيفة نظرا لتكلفتها الاستثمارية العالية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. وإحنا بنتكلم عن قطاع البترول والغاز، الحقيقة أنه هذا القطاع نجح في تلبية كامل احتياجات السوق المحلية خلال التسع سنوات الماضية في ظل التحديات العالمية، وأثبت قوته والمرونة الحقيقة أمام الأزمات. هنتابع معاكم المزيد في العرض التالي، والزميل لؤي أبو الله. أهلا بكم. شهد قطاع البترول والغاز طفرة غير مسبوقة من النجاحات في عهد الرئيس السيسي، نتيجة اهتمام الدولة بتبني رؤية واستراتيجية طموحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يستمد قوته من الثروات الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها مصر بجانب موقعها الاستراتيجي الجاذب. ونجح قطاع البترول والغاز في تلبية كامل احتياجات السوق المحلية خلال التسع سنوات الماضية، والتي بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وقد تم تنفيذ 53 مشروعا ضخما في مقدمتها تنمية حقل ظهر. وبعد عودة القطاع لطرح المزايدات، تم توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها بلغت 22 مليار و300 مليون دولار كحد أدنى. تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع توفير فائض للتصدير جاء بعد نجاح القطاع في تحويل معدل نمو إنتاج الغاز من سالب 11% إلى موجب 25%، وذلك عام 2018 و2019. كما تم توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية تمثل حوالي 56% من إجمالي عدد الوحدات، مما وفر هذه الخدمة الحضرية لنحو 62 مليون مواطن. ومن خلال مبادرة حياة كريمة، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي 926 قرية كمرحلة أولى. في الوقت نفسه بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالي 25% عام 2019-2020، وذلك بعد تشغيل 8 مشروعات جديدة وتنفيذ توسعات لمصافي التكرير، بينما شهد مجال صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار، فضلا عن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2016 مشروعا لتوسعات موبكو بدمياط وإيثيبكو بالإسكندرية، ويجري حاليا تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية ومشتقات الميثانول والإيثيلين الحيوي، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مشروعات الصودا آش والسيليكون بمدينة العالمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أما عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، فقد شهد عام 2018-2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بلغ 631 مليون دولار، واستمر في الارتفاع خلال عام 2021-2022 إلى حوالي 5.1 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات خلال عام 2022 إلى 18.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 41% مقابل عام 2021، كما يعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط من أهم الخطوات نحو تعزيز التكامل الإقليمي في الطاقة بقيادة مصر.
بادر القطاع بتبني رؤية وخطة للعمل على التحول إلى مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون وفقا للمحاور الرئيسية هي الغاز الطبيعي منخفض الكربون كوقود انتقالي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون بجانب التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون. يضاف إلى ذلك تم التوسع في البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز والتي أصبحت 4 أضعاف ما كانت عليه فضلا عن استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة. وقد تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 409 مناطق جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال 5 أعوام الماضية كمعدل غير مسبوق. كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة والتي أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية والبرولوس وبني سويف. التعدين يعد كنز مصر والأولوية الآن لتعظيم القيمة المضافة لموارد مصر التعدينية، لذا تولت القيادة السياسية أهمية قصوى للقطاع، كما زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالي 8.3 مليون طن عام 2017-2018 إلى حوالي 11 مليون طن عام 2022-2023 بزيادة بلغت 32%. وجرى الإعداد لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية في مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول أبرز الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال الأعوام الماضية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. إذن تابعنا مع حضراتكم هذا الجزء فيما يتعلق بملف البترول والطاقة، والآن ننتقل إلى ملف آخر وهو جهود الدولة في قطاع الإسكان. من حقنا كأمة أنها تاخد مكانها بالسلام وبالاستقرار وبالبنى وبالتعليم. مش عايزين تحلموا ليه؟ مش عايزين تحلموا لبلدكم ليه؟ مش عايزين تحلموا لنفسكم ليه؟ حجم الجهد اللي عملته الدولة المصرية في إطار حقوق الإنسان عشان نقول للمواطن ده إن مصر شايفاك ولن تسمح إن هي تتركك تعيش كده أنت وأبنائك. إحنا بنقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة عشان نعمل مجتمع يليق بمصر. حط التخطيط على بعضه متكامل، فبقى بنشئ حياة متكاملة بكل شيء، المساكن والمدارس والمساجد والكنائس وكل الخدمات المطلوبة للمكان. اللي بيتعمل ده بدعم إلهي مش بيتعمل بقدرتنا. دايما أقول الشكر والحمد لله إنه مكننا إن إحنا نقدر نعمل كده لناسنا، وساعدنا على إن إحنا نعمل كده عشان نغير حياة الناس. إذن تابع وزير الإسكان مع مسؤولي الجهاز التنظيمي للمياه والصرف تشغيل مكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، كما قدم المسؤولون عروضا عن تشغيل وإدارة المنظومة كل في نطاقه. وأكد وزير الإسكان ضرورة المواكبة الدائمة لأحدث نظم تشغيل وإدارة منظومة المياه والصرف بما يحقق كفاءة تشغيل المنظومة والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وأيضا تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لبرامج الصيانة وكذلك تدريب العاملين على طرق التشغيل المختلفة واتباع إجراءات الأمن والسلامة وعدم التهاون فيها.
وحظي قطاع الإسكان باهتمام كبير ضمن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر. المزيد نتابع في هذا التقرير. عملية تنمية شاملة شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لقطاع الإسكان نصيب كبير من تلك الجهود، حيث توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر. وعلى مدار السنوات الماضية تم وجاري تنفيذ نحو 1,400,000 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المتنوعة بالمدن الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 607 مليارات جنيه، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة. كما تمت إتاحة الوحدات الفاخرة لذوي الدخل الأعلى بما يلبي طلبات جميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطن المناطق غير الآمنة. وكانت الحصة الأكبر من نصيب برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية، بينما يجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه. محور الوحدات السكنية البديلة لقاطن المناطق غير الآمنة احتل المرتبة الثانية في عدد الوحدات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ نحو 5,400 وحدة أخرى بتكلفة إجمالية 67 مليار و900 مليون جنيه، في حين توزعت باقي الوحدات على مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز. مشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة حظت باهتمام كبير، إذ تم وجاري تنفيذ 226 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعاً خدمياً تغطي جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان المدن الجديدة بتكلفة إجمالية تتجاوز 17 مليار و200 مليون جنيه. وتتصدر الجهود القائمة بقطاع الإسكان مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري في 25 مركزاً بعشر محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، حيث تم وجاري تنفيذ 2710 مشروعات للصرف الصحي و900 مشروع لمياه الشرب و3642 مشروعاً للكهرباء والطرق والخدمات. وتزيد التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات على 182 مليار جنيه من أجل تحقيق حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية. ويعد ملف بناء المدن الجديدة أحد أهم الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات العمرانية والتكدس السكاني، ويأتي توسع الدولة في بناء تلك يعني المدن الجديدة بهدف توفير حياة أفضل للمواطن بما يحقق لهم فرصا اقتصادية وتعليمية وثقافية متنوعة. متابعة.
اهتمام كبير أولته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال البيئة والحد من تلوث الهواء، فضلا عن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في العديد من المجالات. علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وظهر ذلك جلياً فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية، خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة. اهتمامات الدولة المصرية في مجال التحسين البيئي تكلل باستضافة مصر قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2023-2024، وصولاً إلى 50% بحلول عام 2024-2025. والاستفادة من المخلفات الزراعية، تم التوسع في إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات حيوية بخلاف المخلفات الآدمية والحيوانية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 1843 وحدة تنتج 1.9 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنوياً، كما تنتج أكثر من 48 ألف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6000 فدان يستفيد منها 9000 مواطن، وخلق 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة. طفرة جديدة في عهد الرئيس السيسي أحدثتها مصر في الحد من تلوث الهواء، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 120 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية. وتوالت النجاحات في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً بالسحابة السوداء عاماً بعد عام، كما تم تنفيذ المبادرة 100 مليون شجرة، 395 ألف شجرة من إجمالي 1.3 مليون شجرة. ودائماً ما كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحميات الطبيعية ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث حققت المحميات الطبيعية عائدات سنوية بلغت حوالي 65 مليون جنيه مصري وأكثر من 3 مليون دولار خلال عام 2022. كما تم تتويج مصر وحصولها على جائزة اتفاقية الإيوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة، وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة في تاريخها. ودائماً ما كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات لإعادة التوازن البيئي لها، حيث شهدت بحيرة ماريوت الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية، بالإضافة إلى جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون. وعملت مصر على إصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ 750 مليون دولار، وإصدار المعايير البيئية الاستدامة لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال 3 سنوات، وتعبئة الموارد المالية بمبلغ نحو 627 مليون يورو و227 مليون دولار منح وقروض لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة. ومع هذا التقرير مشاهدينا نصل إلى ختام هذه التغطية الإخبارية معكم على شاشة إكسترا نيوز، تابعنا خلالها كل ما تحقق في ملف
الطاقة والبترول وأيضا ملف الإسكان. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، كنت مع حضراتكم خلال هذه التغطية، أنا هشام عبد التواب، وإلى اللقاء.